يتوكل المؤمنون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرحون يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يمزك بالصدقات فإن أعطوا منها وإن لم يؤتوا منها رضوا وإن لم يؤتوا منها إذا هم يسخطون إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم هو رسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله